لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، شجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. قال ابن جرير رحمه الله، يقول تعالى ذكره: وأنشأنا لكم أيضا شجرة تخرج من طور سيناء. وشجرة منصوبة عطفا على الجنات، فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب. وشجرة وأنشأنا شجرة، أنشأنا لكم به شجرة تخرج من طور سيناء. يقول تخرج من طور سيناء، تخرج من جبل ينبت الأشجار. وقد بينت معنى الطور فيما مضى بشواهده، جبل عليه شجر. شجرة صامش، شجرة منصوبة عطفا على الجنات ويعني بها شجرة الزيتون. تخرج من طور سيناء، يقول تخرج من جبل ينبت الأشجار، ده معنى كلمة طور. أما قوله سيناء فإن القراء اختلفت في قراءته، قرأته عامة قراء المدينة والبصرة سيناء، وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة سيناء، وهما جميعا مجمعون على مدها سيناء. ويتقالش سينا سيناء أو سينا أو سيناء، يقال سيناء أو سيناء. وصه من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان في قراءة الأمصار بمعنى واحد، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. واختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم معناه المبارك، يعني كلمة سيناء معناها ايه، هو مكان، لكن بيقول معناها المبارك، كأن معنى الكلام عنده وشجرة تخرج من جبل مبارك. عن مجاهد من طور سيناء قال المبارك. عن ابن عباس: وشجرة تخرج من طور سيناء، قال هو جبل بالشام مبارك. الشام ازاي؟ ما هو يعدون سيناء من الشام، يعني سيناء من أرض الشام. وقال آخرون معناه حسن. عن قتادة: طور سيناء، قال جبل حسن. عن الضحاك قال: الطور الجبل بالنبطية، وسيناء حسنة بالنبطية. وقال آخرون هو اسم جبل معروف. عن ابن عباس: من طور سيناء، قال الجبل الذي نودي منه موسى صلى الله عليه وسلم. قال ابن زيد: طور سيناء، قال هو جبل الطور الذي بالشام، جبل ببيت المقدس. قال ممدود: هو بين مصر وبين أيلة. أيلة دي زي الأردن كده، أيلة اللي هي القدس يعني. إشبيلية دي إشبيلية في الأندلس.
قال آخرون معناه أنه جبل ذو شجر، والصواب من القول في ذلك أن يقال إن سيناء اسم أضيف إليه الطور يعرف به، كما قيل جبل طيء فأضيف إلى طيء. ولو كان القول في ذلك كما قال من قال مبارك أو قال حسن معناه لكان الطور منونا، وكان قوله سيناء من نعته، لو قلت تخرج من جبل مبارك يبقى تخرج من طور سيناء، طور مبارك، طور حسن. يقول ولكن القول في ذلك إن شاء الله يقول على أن سيناء بمعنى مبارك وحسن غير معروف في كلام العرب، فيجعل ذلك من نعت الجبل. ولكن القول في ذلك إن شاء الله كما قال ابن عباس من أنه جبل عرف بذلك، وأنه الجبل الذي نودي منه موسى صلى الله عليه وسلم، وهو مع ذلك مبارك، لا أن معنى سيناء معنى مبارك. وسيدنا موسى كان في مدين، ومدين دي زي أرض الأردن، ثم عاد إلى مصر، وفي الطريق ماذا نودي من جبل الطور، جبل الطور المعروف اللي هو في سيناء في مصر في حدودها التاريخية حاليا يعني الجغرافية حاليا، وهو معدود من الشام لأنه بين مصر وبين القدس في الطريق في يعني الذي يكون عبر سيناء. تنبت بالدهن، قرأته عامة قراء الأمصار تنبت بمعنى تنبت هذه الشجرة بثمر الدهن، وقرأ بعض قراء البصرة تنبت بمعنى تنبت الدهن تخرجه، وذكر أنها في قراءة عبد الله تخرج الدهن. والقول عندي في ذلك أنهما لغتان، نبت وأنبت، وهو كقوله فأسر بأهلك وفسر بأهلك، غير أن ذلك وإن كان كذلك فإن القراءة التي لا أختار غيرها في ذلك قراءة من قرأ تنبت بفتح التاء لإجماع الحجة من القراء عليها، ومعنى ذلك تنبت هذه الشجرة بثمر الدهن اللي هو ثمر الزيتون عن مجاهد، تنبت بالدهن قال بثمره، عن ابن عباس تنبت بالدهن هو الزيت يؤكل ويدهن به وصبغ للآكلين. يقول تنبت بالدهن وبصبغ للآكلين، يصطبغ بالزيت الذي يأكلونه، يصطبغ يعني يغمس، يعني أصلا يعني يغمس يعني يغمس العيش مش كده، الغموس اللي هو ايه يغمس الخبز في شيء فيه رطوبة. ها احنا بنحطه على الفول بس، احنا قال ابن زيد او مع الجبنة مثلا، قال ابن زيد وصبغ للآكلين، هذا الزيتون صبغ للآكلين يأتذمون به ويصطبغون به. قال أبو جعفر فالصبغ عطف على الدهن، وإن لكم في الأنعام لعبرة، يقول تعالى ذكره وإن لكم أيها الناس في الأنعام لعبرة تعتبرون بها فتعرفون بها أيادي الله عندكم وقدرته على ما شاء، وأنه الذي لا يمتنع عليه شيء أراده، وأنه الذي لا يمتنع عليه شيء أراده ولا يعجزه شيء شاء،
نسقيكم مما في بطونها من اللبن الخارج من بين الفرث والدم، ولكم مع ذلك فيها، يعني في الأنعام، منافع كثيرة، وذلك كالإبل التي يحمل عليها ويركب ظهرها ويشرب درها، يشرب لبنها. والبقر تكون للحرث واللبن واللحم، ومنها تأكلون، يعني من لحومها تأكلون، وعليها وعلى الفلك تحملون. يقول على الأنعام وعلى السفن تحملون، على هذه في البر وعلى هذه في البحر. وقوله ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. يقول تعالى ذكره ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، داعيهم إلى طاعتنا وتوحيدنا والبراءة من كل معبود سوانا. فقال لهم نوح يا قوم اعبدوا الله، يقول قال لهم ذلوا يا قومي لله بالطاعة، اعبدوا يعني اخضعوا اطيعوا، ذلوا من الذل، كمال الذل مع كمال الحب، ما لكم من إله غيره، يقول ما لكم من معبود يجوز لكم أن تعبدوه غيره. أفلا تتقون، يقول أفلا تخشون بعبادتكم غيره عقاب أن يحل بكم. يبقى أفلا تتقون عقابه بتوحيده والإيمان به، يحثهم على التقوى وأصلها التوحيد. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين، قال رب انصرني بما كذبون. يقول تعالى ذكره فقالت جماعة أشراف قوم نوح، الملأ جماعة الأشراف، جماعة الكبراء الذين جحدوا توحيد الله وكذبوه، قالوا لقومهم ما نوح أيها القوم إلا بشر مثلكم، إنما هو إنسان مثلكم وكبعضكم يريد أن يتفضل عليكم، يقول يريد أن يصير له الفضل عليكم فيكون متبوعا، وأنتم له تبع، ولو شاء الله لأنزل ملائكة، يقول ولو شاء الله أن لا نعبد شيئا سواه لأنزل ملائكة، يقول لأرسل بالدعاء إلى ما يدعوكم إليه نوح ملائكة تؤدي إليكم رسالته، ما سمعنا بهذا الذي يدعون إليه نوح من أنه لا إله لنا غير الله في القرون الماضية وهي آباؤهم الأولون، إن هو إلا رجل به جنة، يعني تعالى ذكره مخبرا عن قيل الملأ الذين كفروا من قوم نوح، إن هو إلا رجل به جنة ما نوح إلا رجل به جنون. وقد يقال أيضا للجن جنة، وهو من قوله إن هو كناية، كناية اسم نوح، ضمير إن هو يعود على نوح، فتربصوا به حتى حين، يقول فتلبثوا به وتنظروا به انتظروا حتى حين، يقول إلى وقت ما
ولم يعنوا بذلك وقتا معلوما، إنما هو كقول القائل دعه إلى يوم ما أو إلى وقت ما، قال رب انصرني بما كذبون. يقول قال نوح داعيا ربه مستنصرا به على قومه لما طال أمره وأمرهم وتمادوا في غيهم، رب انصرني على قومي بما كذبون، يقول بتكذيبهم إياي فيما بلغتهم من رسالتك. يقول فقلنا له حين استنصرنا على كفرة قومه اصنع الفلك وهي السفينة بأعيننا، يقول بمرأة منا ومنظر، نظر يعني، ووحينا، يقول وبتعليمنا إياك صنعتها، فإذا جاء أمرنا، يقول فإذا جاء قضاؤنا في قومك بعذابهم وهلاكهم. وفار التنور، قد ذكرنا فيما مضى اختلاف المختلفين في صفة فور التنور، وأصح الأقوال أنه نبع موضع النار بالماء، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين. يقول فأدخل في الفلك واحمل، الهاء في قولي فيها من ذكر الفلك، من كل زوجين اثنين، سلكته في كذا وأسلكته في كذا وأسلكته فيه، يعني هنا بمعنى الحمل. عن ابن عباس فاسلك فيها من كل زوجين اثنين. يقول لنوح اجعل في السفينة من كل زوجين اثنين وأهلك وهم ولده ونساؤه ونساؤهم وهم ولده ونساؤهم إلا من سبق عليه القول من الله بأنه هالك في من يهلك من قومك فلا تحمله معك، وهو يام الذي غرق. وكذلك امرأته فإنها من أهله وهلكت، ويعني بقوله منهم من أهلك إلا من سبق عليه القول منهم، يعني من أهلك. ولا تخاطبني، يقول ولا تسألني في الذين كفروا بالله أن أنجيهم، يقول ولا تسألني في الذين كفروا بالله أن أنجيهم إنهم مغرقون، يقول فإني قد حتمت عليهم أن أغرقهم جميعا. فإذا استويت أنت ومعك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، يعني تعالى ذكره بقول فإذا استويت أنت ومعك على الفلك، فإذا اعتدلت في السفينة أنت ومعك ممن حملته معك من أهلك راكبا فيها عاليا فوقها، استويت معنى العلو، راكبا فيها عاليا فوقها، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، يعني من المشركين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، يقول تعالى ذكر لنبيه نوح عليه السلام. وقل إذا سلمك الله أخرجك من الفلك فنزلت عنها، رب أنزلني منزلا مباركا، منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، يقول من أنزل عباده المنازل، وأنت خير من أنزل عباده المنازل. عن مجاهد منزلا مباركا قال لنوح، منزلا مباركا يقول قال لنوح حين نزل من السفينة، قال لنوح يعني كأنه أمر نوحا أن يقول. اختلفت القراء في قراءة ذلك، قرأته عامة قراء الأمصار رب أنزلني منزلا مباركا بضم الميم بمعنى أنزلني إنزالا مباركا، وقرأه عاصم منزلا مباركا، أنزلني مكانا مباركا وموضعا.
انا ما اعرفش بين ايه عن عاصم، نقل دايما غريب. ان في ذلك لآيات، يقول تعالى ذكره، ان في ما فعلنا بقوم نوح يا محمد من اهلاكناهم اذ كذبوا رسلنا وجحدوا وحدانيتنا وعبدوا الآلهة والأصنام لعبرا لقومك من مشركي قريش، وعظات وحججا لنا يستدلون بها على سنتنا في أمثالهم فينزجروا عن كفرهم ويرتدعوا عن تكذيبك حذرا أن يصيبهم مثل الذي أصابهم من العذاب. وإن كنا لمبتلين، يقول تعالى ذكره، وكنا مختبريهم بتذكيرنا إياهم بآياتنا لننظر ما هم عاملون قبل نزول عقابنا بهم. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.